جيرانه، ومن هنا جاء المثل المشهور الشعبي المعروف الذي يقول الجار. أوقاتكم أصدقائي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ رح نبلش قصتنا بعنوان الجار قبل الدار. تعرض رجل يسكن بالقرب من بيت أبي دف البغدادي لأزمة مالية شديدة، واشتدت حاجته بعد أن استدان ولم يستطع سداد دينه. لذلك قرر أن يبيع بيته الذي يملكه ويسكنه لمدة 20 عاما، وعرض بيته للبيع بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمنزل. فكان سعر البيت المعروض للبيع 1000 دينار، في حين أن قيمته الحقيقية لا تتجاوز 500 دينار. وبسبب المبالغة في سعر البيت المعروض من قبل صاحبه، لم يقبل أحدا على شراء البيت. نصح بعض الناس والأصدقاء في تخفيض سعر البيت حتى يقبل الناس على شرائه، ولكنه رفض ذلك رفضا تاما، وبقي بيته معروضا بنفس السعر. وعندما علم بذلك جاره أبو دف البغدادي، نصحه أيضا بتخفيض سعر منزله حتى يتمكن من بيعه. فقال له الرجل: أنا أبيع المنزل ب500 دينار والجيران ب500 دينار أخرى. وعندما اشتريت هذه الدار لم أفكر إلا في الجيرة الطيبة، وبقيت في هذه الدار ولم أفكر في بيعها على الرغم من زواج أبنائي، وذلك حفاظا على العشرة والمحبة التي جمعت بيني وبين جيراني الطيبين. ولكن ضائقتي المالية وديوني هما الأجبراني على غير ذلك. تفاجأ أبو دف البغدادي مما سمع من جاره، ومن تمسكه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بجيرانه، وقرر مساعدة جاره في تسديد ديونه حتى لا يضطر لبيع داره وترك جيرانه. ومن هنا جاء المثل.